الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اليوم السبت الموافق 26/9/2020 تم استلام الدفعه العاشره من لحوم صفوف الاضاحي بكميه وقدرها 4 طن، فيكون اجمالي ما وصل الى مديريه اوقاف قنا 10 دفع في 4 طن بكميه وقدرها 40 طنا لتوزيع على الادارات الفرعيه على الاسر الاولى بالرعايه بناء على تعليمات معالي وزير الاوقاف، وكل عام وانتم بخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، العام وأنتم بخير. أن تشارك وزارة الأوقاف في العمل المجتمعي، وعلى رأس هذه الأعمال الطيبة المباركة مشروع صكوك الأضاحي، وصل إلينا اليوم الدفعة العاشرة ليصبح وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج 40 طن من لحوم الأضاحي التي يتم توزيعها على الإدارات الفرعية والمناطق التابعة لها بمديرية أوقاف سوهاج. نشكر معالي الوزير، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الراعي لهذا العمل الطيب المبارك والمشرف عليه وتحت رعايته، ونشكر القائمين على هذا العمل الطيب المبارك، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار اهتمام معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمحافظات الصعيد والمحافظات المحلية، تتسلم مديرية أوقاف أسوان الدفعة السادسة من تقوم صكوك الأضاحي، وهي عبارة عن 3 طن، ليكون إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسوان 23 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير.